سبحان الله يعني ساخن، وبالتالي يظل ماء ساخن مع الطفل 40 درجة مئوية حتى يوصل مرحلة نمو إن سن المراهق، وحتى وتصبح درجة 50 درجة مئوية، والكمية أيضا تتغير. طبعا في برنامج خاص للأطفال وفي برنامج خاص للكبار كما تحدثنا كثير عنه، وذلك يعني هذا كله واضح جدا، تناسق عدد الكلمات، عدد الآيات بالنسبة للآيات الأولى والآيات الثانية، تناسق عدد الآيات كما رأيتم، وخلق الإنسان كما ذكرنا من التراب يعود إليه حتى إلى حين ينتهي مصيره بهذا الدنيا. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها وتخرجكم إخراجا. سبحان الله. الآية الأولى مراحل خلق وتكوين كل إنسان، من تراب ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنين. ارتباط العنصر الثالث ماء والنار كما تحدثنا قبل قليل، ونمشي على سريع، تناسق عدد الآيات في العنصرين الجميل، الآيات تناسق عدد الآيات في العنصرين يعني ثلاثة ثلاثة تناسق، يعني طبعا هنا سائل الرحم تحدثنا هو سائل أمنيوسي وماء ساخن، وهذه نسبة الماء 99% بقى يعني مياه صافية، ودرجة حرارة 37.5 درجة مئوية، وهي درجة واحدة أعلى من درجة طبيعية للأمة. الماء مصدر للحياة، شريان الحياة، لذلك قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون، أفلا تحذير، ألا تؤمن يا مؤمن يا مسلم، يعني تحذير. سبحان الله. سورة الأنبياء. النار مصدر للصحة، الماء والنار أي ماء ساخن مصدر للحياة الصحية، هي معجزة إلهية. يقول سبحان الله من فوائد الماء من بعض الآيات وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان، يذهب عنكم إيش رجس الشيطان، وليربط على قلوبكم يا أمة البشرية دون أي استثناء، ويثبت به الأقدام، قوة الأقدام، ليطهركم به، طهرنا من أحداث الظاهرة، وإذا بعنكم من الشيطان يزيل عنا في الباطن وسواس الشيطان وخواطره، ليربط على قلوبكم، يشد على قلوبنا بالصبر. شوف الإنسان ترى ما عنده صبر، الصبر يثبت به الأقدام، يثبت به أقدامنا بالقوة. سبحان الله. من فوائد النار نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين، كما ذكرنا ثلاثة هاي فوائد، تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة زيادة قوة الذاكرة، متاعا زيادة المنفعة متعة، المقويد نقوية الجسم وجهاز المناعة، جهاز المناعة قوة في شفاء ذاتي وصيانة ذاتي. دلائل عظمة القدرة الإلهية تكرار كلمات في جميع العناصر، أفاء رأيتم، أفا رمز للتحضير وتعظيم، رأيتم كما تمام ذكرنا قبل قليل رمز لوجود أسرار عظيمة معجزة. سبحان الله. أنتم هنا التحضير، أنتم يعني كان الله تعالى يقول ستتحداني أنت أم نحن، أنتم أم نحن، رمز آخر للتحضير والتعظيم والقدرة الإلهية. علم الله تعالى الإنسان علمه ما لم يعلم، فهي أعظم من نفعها الله تعالى، أعظم وأقوى وأحب وأعز مخلوق جعله هو في الإيمان والإنسان، بل تظل هي قدراته وعلم الإنسان في حدود معين، في حدود معين. ذلك أفرأيتم الماء تشربونه، فهذا واضح جدا، الرؤية قال الله سبحانه وتعالى، ذلك الدكتور ماسارو إيموتو اكتشف أشياء مخفية عظيمة لم يظهرها في التاريخ. الدكتور إثبت بنجليج قال إيش؟ قال تناول يعني تذكر كثير عن فوائد الماء، فالماء نحن توصلنا إلى الماء الساخن هو السر المفقود، الكنز المفقود، مين ما يريد هذا الكنز العظيم الذي ينعم الله تعالى. دلائل عظمة القدرة الإلهية، فتسبح باسم ربك العظيم، قل سبحان الله كثير الإحسان والخيرات، فتسبح باسم ربك العظيم. أقسم
أقسم الله تعالى ببساقة النجوم في مغاربها من السماء في السماء، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني لو كنت تعلمون يا بشر. ذلك على السرعة، الماء ساخن المصدر الوحيد في خلق وتكوين كل إنسان، وكذلك الحياة الكونية لجميع مخلوقات في الحي على الكرة الأرضية. شوف عنصرين مهم جدا، توحيد البشرية أجمع دون أي تمييز، وإزالة اللي هي الفجوات البشرية، نكون نحن تكون نبني قدوة لبناء جسور السلام وتعيش سلم مع الآخرين مهما بلغ درجات الاختلاف بين البشر، سواء في الدين، في المذهب، في اللون، في العلم، في العلم، في السلطة، الإمكانيات المادية والجسدية والآخرة. وقول الله سبحانه وتعالى هذا أمر إلهي، واعتصموا، هذا أمر إلهي يا بشر، اعتصموا بحبل الله جميعا، ليس مختصر على فئة معينة من البشر أو المسلمين فقط، ولا لا، للجميع، والله أعلم بما أقول، جميع الأمة البشرية. الله تعالى لا يخاطب فئة معينة من البشر، جميع البشرية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم وإن كنتم أعداء، شوف إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، يعني مش شعوب وشعب معين، لا، بشرية كلها وقبائل كلها، لتعارفوا وليس لتقاتلوا، لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. طبعا هذه حلقات نستخدمها للمحاضرات، لو أردنا نتحدث بالكامل أكثر من ساعة بيأخذها. على السرعة كما ترون أمامكم في الشاشة فيما يتعلق بتصنيف درجات حرارة الماء، إذا تغير درجة حرارة الماء تغير مفعوله، البارد مضر، المغلي مضر، لأن ما حد بيش بيعطيك ماء ساخن، ماء مغلي، يعني مستحيل. لذلك شديد البرودة والبارد مضر، الماء فاتر عديم، فوائد محدودة. لذلك سبحان الله، حتى يعني ما يتعلق في الماء مغلي، يعني الله تعالى ذاكر هنا، يعني فشاربون إيش؟ شرب الهيم في سموم وحميم، حميم اللي هي شديدة السخونة، مغلي، ما حد يستطيع يشرب الماء مغلي، طبعا هذا في الجهنم يعني. لذلك الماء سخن الوسط هو كنز مفقود يحمل أسرار لم يكشف التاريخ فضل تعالى، وهذا طبعا ما يدل على ماء اللي هي شديدة السخونة، هي ماء مغلي، يعني الآية تدل هذه كل دلائل. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء جميعا حميما فقطعوا أمعاءهم، الماء المغلي. لذا ننهي هنا لإعجاز العلمي الماء الساخن في القرآن الكريم. وطبعا هناك في حلقات أخرى تتعلق بدور مراحل خلق وتكوين الإنسان كما تحدثنا، وطبعا هذه حلقات واضحة جدا، والجنين كما ترون أمامكم، حماية هذا الجنين من عدة فوائد، يعني يغذي الجنين بالمواد الأساسية كوقود الماء والطاقة الأكسجين والهيدروجين، وحماية الجنين، يعني لسبيل المثال للأم تطيح مثلا الأرض، يعني الجنين ما يتأثر سبحان الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة. نسأل الله تعالى لكم التوفيق جميعا، ونحن أيضا مواصلين هذا الكفاح نفع للأمة البشرية، مع السلامة.